لو الحكاية فيها إن فيتو شرقي مستشارة رئيس منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي الملف أمازيغ مصر. تمام، حضرتك ليه جاية النهارده؟ احنا منظمة دولية كونغرس العالمي الأمازيغي، فالمفروض إن احنا جايين عشان نقدم الورق بتاعنا ضمن مجموعة المنظمات الدولية اللي المفروض إن هي هتتابع عملية مراقبة الانتخابات إن شاء الله. وباعتبار ان انا ممثل منظمة في مصر، فانا مفوضة بانهاء الاجراءات لدى اللجنة العليا للانتخابات. هل هناك تماسك في السلات الحكومة؟ هي الاجراءات عامة كلها سهلة، يعني ما فيهاش عقد، يعني حتى الطلبات يعني بسيطة. يعني ممكن اعرف ايه الطلبات؟ هما كانوا طالبين بالنسبة لي انا كمنظمة دولية، يعني طالبين اول حاجة الاقرار قرار الإشهار للمنظمة، وطالبين بيان بعدد الأعضاء اللي هيراقبوا والمحافظات اللي هيراقبوا فيها، وطالبين شهادة تفويض للشخص اللي هيخلص الإجراءات معاهم، طالبين كمان سي في عن المنظمة عامة. يعني طب هي منظمة تبع وزارة النظام الاجتماعي انا قلت انها منظمه دوليه. منظمه دوليه مراكز. لا، هي الكونغرس العالمي الامازيغي. طب يعني ايه امازيغي؟ معلش، لا ده موضوع تاني. كونغرس العالمي الامازيغي ايه؟ بس منظمه الكونغرس العالمي الامازيغي. كم عدد الامازيغ في مصر؟ حضرتك بتتكلم في موضوع تاني، بس خلينا نشوف بس الموضوع اللي بالنسبه لحضرتك. الاعضاء اللي هم اللي يتابعوا في تخطيط الانتخابات الرئاسيه كام بالظبط؟ 8. هيتوزعوا على المحافظات، على 5 محافظات. ايه اكثر محافظات مصر؟ لا، القاهره والجيزه والقليوبيه واسكندريه ومطروح. تمام. هل بداتوا فعلا تجهزوا الاجراءات مثلا عشان تتاح الفرصه للناس اللي يلعبوا في الانتخابات؟ يعني ايه اتخاذ اجراءات؟ يعني مثلا في تجهيز الورق، في الورق خلاص جهزناه، انا حضرتك جيت قدمته دلوقتي الفايل.